شقام و دوکانی ویران کرو، کلیسی خاپور کرو، اما دیمنکانی ایستای شاروسکی حمدانیان که با پایتخت مسیحیکانی عراق اجمار دکریتو زیاتر لسو پنجا هزار کس کنیوین مسیحی بون تیدانیش تجیبون. استاو دوی ازاد کرنی شاروسکا که دانشتوانی حمدانیه گرانتو زیدی خویانو دستیان کردو با پا کرنو شقامو کلیسو دوکانکانیان که چک دارانی داعش کردو بیان کارگو تاقیگی دروس کرنی چکو بومبو تقمانی. دانشتوانی حمدانیه داوا دکن پارزگاری لناو چکیان بکریتو داواش لحکمتی عراق دکن هاو کاریان کاد بو دوباره بنیادنانوی مالا کانیان. لكن مسألة رجوع بابتي قرانوي خيزانا كان دو بابته يشيشان خزمت گزاريه لقل بابتي امني و سياسي بيكوا سبارت با خزمت گزاريه كان شاروانه كان دستيان بكار كردوا بو دو بار آماده كرنوي بشيق لنخوشخانه حمدانية تأهيل جزء من مشفى الحمدانية. تعلمون بعد سيطرة داعش الإجرامي على هذه المنطقة وقد زانن دوي أو رخراوي تاوانكاري داعش أمنا وچي بو مغاوي دو سال كنترول كرت قباري زيانا كان زور قوربون لنوشيان دا روخاندني بشيكي زور لمالي هاولاتيان لقل مزقوتو كلاسا وحسيانيا كان كاد دا قررتو بو كمينا كانو بيك هاتكاني أمنا وچي لقل سوتاني مالي هاولاتيان وقد بينن رجي لاسا دا شاستي تيباراندوا كادا بيت دانشتواني حمدانيا قربو بكرينو دو بارا شويني نشتجيبونيان بو دابين كريتوا. هناك تعويضات وإعادة تأهيل هذه الدور السكنية. حمدانية دكويتا باشوري خورهالاتي مسلو سيودو كيلومتر لسندري شارك ودورو صالي 2014 وتجير دستالاتي چك داراني داعشو دانشتوانكشي آواري هريمي كردستان ونوچكاني تري عراق بون.